السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي ان بلا ساهل ماهل كما يقولوا. الوغ عندي كي شغل شكشوكة بلا فيونداشي. فوالا اليوم عندي البصل، فوالا بصل مقطعات وهكذا اون بون كونتيتي، واحد تروا روسان ثلاث روسان بصل، وعندي الفلفل، فلفل هذا يعني بورشي، وعندي طوماطيش فلفل حلو وطوماطيش. الوغ نقطعهم صغير، وهادي عندي التوابل تاعها، عندي الحار هذاك كان بغيتو دقوه كان بغيتو خلوه هكذاك، عندي الكركم الملح والفلفل الكحل والفاح، نزيد له الفلفل الكحل بعد عليا شويه. الوغ فوق النار بالعافيه تاع الوغ هنا نشعل عليها، هي الاولى ديال الزيت، الزيت ها نص كاس زيت، وعندي الوغ طماطم راني قطعتها هكذا والفلفله، وعندي شويه ثوم نلوح الفلفله هي الاولى، الطوماطيش الثانيه سيبر بوزي. الوغ بصل طوماطيش والفلفل الفوق، نو العكس، هذا البصل هو الاول، الفلفله هي الزوجه، الطوماطيش الثالثه خطري في ساعه طيب، والثوم فوقهم كاع باش ما تتحرقش، والتوابل نديرهم الفوق، ومن بعد نمرق شويه، نمرق غير شويه واحد زوج كيسان ماء، خليها طيب مليح هذه الساعه، تتقلى بلا ما ندير لها الماء، ندير لها هذو ما يطلقوهم يطلقوا الماء نتاعهم. الوغ كي نشوفها بدات تجي يعني تقلات مليح، ندير لها الماء، ومن بعد نكركب اللحم ونلوحو. فوالا هاذي سيكاخوزي درت هاذوك لخرا سيكاخوزي كما درتلي كنضرب. الوغ هاذي تكون هي الفوق، وطلقت معاها هنايا التوابل، ندير من هنا الفوق، من بعد نخلي هنايا لا فيون داشي نكركبها، هيا هادي شوفوا لا فيون داشي واش فيها، اللحم المكفت الوغ اللحم المرحي واش فيه، ثوم ومعدنوس وانوف بيضة وفلفل الكحل وملح وراس حانوت، تكثروا لا والو، هذا نخلطو نديرو وحدو المكراك الصغار. فوالا شوفو الكاسرولة تاعنا ما نحركوهاش بالمغرف ولا هاك، نسوحوها بلي حسوها بلي نشفت لصقت يعني تحت بدات تلصق ماشي لصقت، ديروا لها واحد زوج كيسان ماء لا كاس ونص ديفوا لا كونتيتي اللي دايرينها، كل شيء ينبل ويتخلط وحده كي يدير الماء ويتخلط. شوفوا الكاسه تاعنا بعد ما قلع ولا لا هيك لا شويه ماء هي بدات تنقص، لازم طيب مليح درك نزيد لها شويه ماء. لا كاس ونص هكاك، شفتوا غير يعني مسش كل ما المغرف يعني نحرك هيك، عندي الكراك نتاعنا هلا درتهم صغار شفتوهم مش كبار، نديرو كل وحدة هنا بسم الله نديرهم كامل نديرهم كامل بعض على بعضهم ونغطيهم. يلا حبيباتي راهو جد البلان تاعنا، فوالا شفتوه درت له شويه بيض هاك المرقه خاثه، فوالا بسم الله
بسم الله. كنت شوف في البيت مسائل باسكو لو ماري يبغي هكا البيض ما يبغيش طايب ياسر. فوالا والعينو هي هكذا صح على بالك باسكو ما فيش كونسونتري، ما فيش طوماط كونسونتري. العينو يدير نص مغرفة، نص مغرفة في مع البصل مع البصل باش يدوب مليح، يطيب مليح ويدوب مع البصل الو يجي مرقه حمراء هكذا صح يعني ما فيش الا ناكل شويه يدايا الكراكب. كراكب دا يلا هلا شوف تغمسوها، كان عندكم شويه مطلوع يجي معاه مليح خفيفه. في الصيف نديروا هاو داك الفلفلة والبصل كل ما عادوش بينها وشوية ها شوف مذبال و سيكلة هاي كترش الملح ياسر برك. المهم شهيتكم في الجنة وخلاص، جربوها جربوها هاد القروصة بالكراكب. المهم درت لكم فيديو اون دارنيير فيديو داخل الروضة الشريفة عقوبة ليكم، عقوبة اللي ما شافش ربي يشوفوا سيتو احبتي هادوما حبايب قلبي. فوالا ان شاء الله يشوفكم في داك البلاصه يا ربي. درك كي ديروها كي تحلوا هكا وتشوفوا باللي داخل، شفتوا الناس كيفاش داخله للروضه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اطلبوا ربي هكاك بالنيه برك. ديروا واش نقول لكم انا، اطلبوا بالنيه باللي ان شاء الله ربي ينحالنا هذا الوباء ونروحوا للحج ان شاء الله يا رب. وني وريت لكم ثاني الحرم خارجين من صلاه الصبح، من صلاه الفجر ورا الصبح داك هو رايحين للوتيل، قلت يا نصور شويه باش تشوفوا الحرم المكي هذاك. درك هذيك في المدينه الروضه وهذاك في نصه في الحرم المكي في مكه عزها الله، وعندي في الصفوه وين كاين الحوان تما، قلت نوريكم شويه واش شفت. لي شاف ربي هاو شايف بعد، بصح ربي ان شاء الله نعاود عقبل العوده ان شاء الله يا ربي. ايوا يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لي لايك فضلكم، بارك الله فيكم.